الحقيقة الشباب المصري يعني دايما كده بيبهرنا وبيعمل دايما حاجات جديدة سابقة لعصرها شوية. في برنامج اسمه مؤهل، البرنامج ده طوره مبرمج مصري عشان يكون تطبيق تعليمي مبسط بيساعد الشباب على التأهيل لسوق العمل في مجالات كتيرة جدا، ويمكن ده حاجة مهمة جدا. كمان بيسهل على الشركات توظيف الشباب الموهوبين والمدربين. معانا دلوقتي مطور التطبيق محمد الإسكندراني. صباح الخير عليك يا محمد. صباح النور. يعني يمكن تطبيق مهم جدا، انك بتساعد الشباب ان هم طبعا يكونوا فاهمين في سوق العمل، يعني او عارفين سوق العمل محتاج ايه عشان يبتدوا، حتى الشباب اللي لسه يبتدي يدخل كليات يعرف هو محتاج يدرس ايه عشان ده يساعده في سوق العمل. كلمنا عن التطبيق، وامتى بدأت فكرة التطبيق، وايه الدافع اللي خلاك تبتكره؟ بداية التطبيق جت من ان انا من احتياج شخصي بالنسبه لي، ان انا كنت بحب البرمجه وحابب ان انا اتعلم مجالات البرمجه مختلفه. فالبرمجه كان المحتوى في الوقت ده، المحتوى العربي تحديدا، كان ضعيف جدا، وكان يعتبر ما فيش حاجه منظمه بتجمعه. فجي في دماغي ليه ما يكونش في منصه تعليميه نقدر من خلالها ان احنا نقدم محتوى تعليمي باللغه العربيه في المجالات الجديده زي مجالات البرمجه المختلفه والمجالات المعتمده بشكل كبير على التقنيه، ويكون المحتوى التعليمي ده مصمم بشكل يواكب العصر ويواكب اللي الشباب حاليا متعودين عليه. يكون في اجزاء يكون فيها ترفيهيه، اجزاء تدفع الشباب ان هو ما يكونش محتوى تعليمي ممل، يكون حابب الحاجه اللي هو بيتعلمها وحابب الحاجه اللي هو بتتقدم له، ويكون عنده دافع للاستمراريه وان هو يطور من نفسه اكتر واكتر. عظيم جدا، عظيم جدا. وكمان الفكره نابعه من تجربه شخصيه، فانت بتحط فيها كل خبراتك في هذه التجربه. انا عايز اعرف ايه الحاجات اللي انت عملتها عشان ما يبقاش المحتوى ممل. يعني وانا بكلمك دلوقتي انا فاتح الابلكيشن شايف فيه تعليم وتدريب، الاوبشن الموجود تطوير تاهيل اختيار توظيف، فعايز اعرف. احنا بنبتدي مع المتعلم بدايه من تعريفه باساسيات المجال اللي هو عايز يدرسه. مثلا لو هو عايز يدرس البرمجه فاحنا بنعرفه الاساسيات بتاعتها بشكل مبسط جدا عن طريق فيديوهات معده خصيصا للموضوع ده من قبل ناس محترفين، ناس عندها خبره في سوق العمل فعليا. فاحنا بنجيب له خلاصه التجارب اللي ممكن يعيشها مستقبلا واللي هيتعامل معاها لما يجي يتوظف بعد كده في الشركات. عظيم. ده ما بيدفعش فلوس؟ لا، المحتوى حضرتك المنصه هي لها جزئين، الجزء التعليمي والتدريبي هو مجاني 100%. عظيم. الجزء الثاني هو موجه اكتر للشركات، بنوفر لهم خدمات التوظيف وخدمات البحث عن المؤهلين، خدمات اداره الاعمال عن بعد بحيث ان هم يقدروا يوظفوا المؤهلين عن بعد ويقدروا يشتغلوا من البيت. دي الخدمات اللي بنوفرها للشركات، هي بتبقى بفلوس وبنبدا تصرف على الجزء الثاني. طب يعني قول لي كده، كم مستفيد من التطبيق لغايه دلوقتي؟ هو التطبيق ابتدى الاول الفكره بمجهود شخصي، كانت قناه على اليوتيوب. القناة حاليا وصلت أكثر من 80,000 مستفيد. وبدأنا نطور القناة، المحتوى التعليمي نقلناه لمنصة تعليمية مخصصة بحيث يكون في متابعة أسهل ويكون في تواصل أكثر مع الناس. وفي المرحلة اللي جاية إن شاء الله هنبدأ ندخل جزء الوظائف وجزء التوظيف بإذن الله. جزء التوظيف ده للناس اللي خدت دورات تدريبية من خلال التطبيق. بالظبط، اللي خدوا دورات تدريبيه خلاص بقى معاهم شهادات مننا ان هم خلاص بقوا مؤهلين، فيبداوا ان هم جاهزين لان هم يتوظفوا باذن الله في الشركات. مين اللي بيديهم الشهادات دي يا محمد؟ المنصه بتتيح للخريجين بعد اجتيازهم للاختبارات النهائيه في المسارات بتاعتهم شهادات معتمده وموثقه. طب انا لو عايزه اخد دورات تدريبيه اعمل ايه؟ حضرتك بتعملي جوين على المنصه، بتملي فورم بسيط جدا مجاني، الدخول للمنصه مجاني، بتختاري المجال والتخصص اللي حضرتك حابه تتخصصي فيه بعد كده او تشتغلي فيه، وبيجي لك المسار التعليمي كامل مرتب بالكورسات من اول الكورسات التمهيديه للمراحل المتقدمه. طب لو شركه الاتش ار فيها او حد بقى يعني قال انه عايزين مواصفات 1 2 3 في الموظف اللي عايزينه للشغلانه اللي هم عايزينها، هل هم بيدخلوا يملوا زي ابلكيشن كده ولا بيعملوا ايه كمان؟ الشركه بيكون لها اشتراك عندنا في المنصه، بنتيح لهم منصه خاصه بيهم يقدروا ان هم يضيفوا الوظيفه اللي هم محتاجينها، بيضيفوا السكيلز اللي هم محتاجينها كريكوايرد للوظيفه ديت، وعدد الاشخاص اللي هم محتاجينهم، وبشكل اوتوماتيكلي بيكون موجود لكل شخص مؤهل وحصل عندنا على شهاده، بيكون في ديجيتال سي في، بيكون في السكيلز بتاعته.
فاحنا بنماتش اوتوماتيكلي السكيلز اللي ريكوايرد للجوب مع السكيلز الموجوده في الديجيتال سي. ده حلو جدا، يعني انت ما بتستناش ان هو الشركات الناس المتوافقه مع السكيلز دي. هايل هايل. طيب محمد، هل في اختبارات بتعملوها لاي حد عايز ياخد دورات تدريبيه؟ الدورات التعليميه تحديدا من البدايه هي مش لها ريكوايرمنت، لان احنا بنبتدي من الصفر. ولكن لو حد مثلا اوريدي عايز يجوين المنصه علشان يتوظف، فيقدر ان هو بيعدي اختبارات معينه بحيث يضاف له سكيلز في الديجيتال سي في بتاعه، ويبدا ان هو يدخل برضه عمليه التوظيف وعمليه التشغيل. يعني انتوا بتساعدوا اي حد لسه متخرج في انه يتدرب ويتعلم ويعمل السي في بتاعه ونوصله كمان بشركه؟ بالظبط كده. طيب لو حد حابب انه يكون مبرمج او يعلم ولاده البرمجه، يعني يعمل ايه ولازم يكون خريج هندسه ولا لا؟ لا بالعكس، احنا بنتيح الدورات التعليميه حتى للاشخاص اللي مش عندهم خلفيه عن المجال. يعني حتى لو مش عندهم خلفيه عن المجالات اللي هم بيدرسوها او تعليم اكاديمي قبلها، يقدر عادي ان هو بنبسط المعلومه جدا لاي حد من اي مسار، حتى لو هو بيغير مثلا وظيفته او حابب ان هو يشتغل في البرمجه مثلا، هو حتى لو هو لسه في اعدادي او في ثانوي، بيقدر ان هو عادي ينضم للمنصه ويفهم المحتوى بتاعها. ده عظيم جدا. طيب بتفكر تطور الابلكيشن بتاعك؟ هل في حاجه شايف ان هي مش موجوده دلوقتي الناس بتسال عليها؟ وكمان عايز اعرف منك ردود افعال الناس ايه على الابلكيشن. هو الناس الحمد لله كان ردود افعالها كويسه جدا على المحتوى التعليمي، عجبهم الافكار الجديده اللي احنا بنقدمها، خصوصا ان احنا بنقدم محتوى زي سكتشات ومحتوى ترفيهي، بيبقى فيه حاجات موشن جرافيك، مش بيبقى بس محتوى جامد او محتوى تعليمي صرف، يعني بيبقى فيه حاجات ثانيه انترتينمنت اكتر. فالناس مبسوطه جدا من الموضوع دوت، وبيحفز الناس اكتر على ان هم يفضلوا ان هم يتعلموا وان هم يبقوا مترقبين الفيديوهات اللي جايه. يمكن زي ما قلت الجزئيه اللي ناقصانا حاليا هي جزئيه التوظيف. فحاليا احنا بنطور جزئيه التوظيف بحيث يبقى احنا قفلنا الحلقه كامله، يبقى الشخص اللي بيتعلم معانا هو عارف بعد ما يخلص وياخد الشهاده بتاعته يبقى عنده الديجيتال سي في بتاعه، ان هو هيبقى موجود ومتاح للتوظيف بالنسبه للشركات باذن الله. محمد، لو في ثانيتين عفوا تديني نصيحه سريعه للي لسه بيدرسوا دلوقتي، يعملوا ايه عشان يكونوا مؤهلين لسوق العمل لما يتخرجوا؟ انا شايف الحقيقه ان مجالات البرمجه تحديدا، حتى لو انا بتكلم دلوقتي الناس من جميع التخصصات، البرمجه دلوقتي بقت اسلوب حياه، بتدخل تقريبا في كل التطبيقات في كل التخصصات الثانيه. فحتى لو الناس مش حابه فكره انها تشتغل كمبرمج، تعلمهم للبرمجه ومعرفتهم بالاساسيات التكنولوجيه هتاهلهم بشكل كبير جدا في اي مجال بعد كده في المستقبل، ان هم يطوروا مجالاتهم بحيث تكون اكثر سهوله للناس واكثر انتاجيه. هايل. شكرا ليك محمد الاسكندراني، مطور تطبيق مؤهل، يعني بنتمنى لك مزيد من التوفيق، وان شاء الله نشوف يعني متابعين اكتر واكتر مشتركين اكتر في التطبيق. انا عجبتني الفكره جدا، لان كلنا في بدايه حياتنا اول ما بنتخرج من الجامعه بنبقى تايهين شويه، مش عارفين نعمل ايه. طبعا الزمن غير الزمن، فاكيد مجالات العمل دلوقتي، سوق العمل دلوقتي متطلباته مختلفه عن زمان، اصعب بكتير. فاحنا محتاجين طبعا بكل تاكيد، فمحتاجين حد يفهمنا. فعجبتني ان الفكره فكره شخصيه منه، من تجربته هو، الراجل كان تايه مش عارف يعمل ايه، فلما وصل لحاجه تساعد بيها بقيه زمايله وتساعد بيها بقيه الشباب انه فعلا اول ما يتخرج يعمل ايه، فعمل ابلكيشن زي ما حضراتكم شفتوا، سهل جدا في التعامل. يمكن انا فتحته واحنا اثناء المداخله دلوقتي عشان اشوف الابلكيشن فيه ايه واشوف ايه الخدمات اللي بيقدمها. بيقدم خدمات للتدريب، ازاي يساعدك انك تعمل سي في رقمي، ازاي يساعدك انك توصل للشركه في نفس الوقت، كل ده مجاني زي ما حضراتكم سمعتوا منه، كل ده بيعمله ببلاش بدون اي مقابل. في الجانب الاخر عنده هامش ربح بيحصل عليه من الشركات، ده جزء اخر ملوش علاقه بيه. انما الشاب نفسه لما بيتخرج بيدخل على الابلكيشن مش فاهم اي حاجه، لسه عايز يعرف ايه المطلوب، كل ده بيقدم له خدمات تدريب وتعليم ودورات تدريبيه، وكل ده مجاني، ومعاها كمان شهادات من المختصين في المجال ده بانه فعلا اجتاز ده. وقريبا سيفتح باب التوظيف على الابلكيشن عشان المتفوقين من الحاصلين على الدورات التدريبيه والعلميه اللي بيديها، ان هم يقدر يوصلهم بالشركات مباشره. عايز اقول لك يا شاذ ان هي فكره هايله، كتير ناس بتقعد بتكلم بعض، يمكن يسالوا بعض عن شغل، ففكر حضراتكم التطبيق اسمه مؤهل وموجود دلوقتي على الاب ستور، وكمان موجود على كل المنصات فعلا بالفعل يا بسنت، ويقدر اي حد يدخل على كمان. يقدر اي حد ان هو يدخل على هذا التطبيق.